أفكار كتير عندنا غلط عن الماجنيفايد لوبس، صعبة الاستخدام، غير مريحة، مكلفة جدا للدكاترة الكبار، نظارة الإندو، دي كلها أفكار غلط. الصح إن اللوبس بتستخدم لأي طبيب ولأي طالب، زي الكونترا بالظبط ما تقدرش تستغنى عنها، ولو في بعض الحالات استغنيت عنها فإن الدنتال لوبس ما تقدرش تستغنى عنها في أي حال. ليه اللوبس مهمة؟ أولاً تقدر تحمي بيها نفسك، تحمي نفسك من مشاكل الظهر والديسك اللي بتقابل دكاترة الأسنان في سن متقدمة جداً. مكافحة العدوى، اللوبس دايماً بتجبرك إن أنت تكون في وضعية بعيدة عن مريضك، بتؤدي لحمايتك أنت قبل أي شيء. نفس الوضعية دي بتخليك دايماً محافظ على البيرسونال سبيس ما بينك وبين مريضك، ودي حاجة مهمة جداً في العيادة. الهاي كواليتي، خليني أضرب لكم مثال بسيط. صفوف عساكر عايزين نصفهم على هيئة علم مصر، هل من السهل إن أنا أنزل معاهم وأصف كل واحد في مكانه ولا أطلع من فوق وأوجه كل واحد؟ أكيد الأفضل عن قرب. نفس الفكرة بالظبط عندنا في طب الأسنان، كل ما تهتم بالتفاصيل كل ما تقدر تطلع نتائج أفضل وأدق، وده هيظهر لكم بالتجربة العملية باستخدامكم لللوبس. هدفنا العام من المبادرة هو الارتقاء بمستوى طلاب طب الفم والأسنان، وبالتالي الارتقاء بمستوى المهنة عموما في مصر وفي الوطن العربي. احنا عرضنا المبادرة على شركة كبيرة في مجال الماجنيفيكيشن في طب الأسنان، شركة لاما ميديكال، والشركة رحبت جدا بالمبادرة. ومبادرتنا ليكم كالآتي، ان احنا هنشتري لكم اللوبس دي وهنقسطها لكم من غير اي فوائد، بالإضافة ان احنا هنقدم لكم كورسات تعليمية للاستخدام الأمثل للدنتال لوبس، وكورسات تعليمية في مجال الماجنيفيكيشن عموما في طب الأسنان. شكرا. الموضوع بالنسبة لنا ما كانش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير، الفكرة اللي طرحتها بلو دنتال سنتر ان احنا ننشر استخدام اللوبس للاندر جرادويتس بالنسبة لنا متناسقة جدا مع ايماننا احنا بفايدة الماجنيفيكيشن، وقد ايه هي ممكن تساعد الدكتور على انه يحسن الارجونوميك بوستر بتاعه، على انه يرفع كواليتي الشغل بتاعه. دي حاجة احنا مهمين بيها، ورحبنا جدا بالفكرة لما طرحتها بلو دنتال سنتر، وشايفين انها هتساعدنا ان احنا ننشر فكرة استخدام اللوبس خصوصا في مراحل البداية للطلبة الاندر جرادويتس، لانها اصلا لما هو يبتدي في مرحلة بدري هي دي الفرصة انه يعرف يظبط البوستشر بتاعه ويعرف يتعود عليها بسهولة، ودي هتفرق على المدى البعيد انها تحسن كواليتي شغل الدكتور وتدي كواليتي اوف تريتمنت افضل للعيانين في مصر.